القيصر المتوهج. سيف الكوبالت، هيا! الكرة النارية، انطلقي! فاز ياماكو في الجولة الثانية. انطلقي! هيا! سيف الكوبالت! لن أسمح للاعب شرير مثلك بأن يحمل هذا اللقب النظيف. لما لا أنهي النزال؟ كنت دائماً أنهي النزال في الوقت الذي أريده، فلماذا لا أفعل ذلك الآن؟ هل عدت إلى كاني القديم؟ أنا لاعب قوي ولن أعمل لحساب أحد. سأبدأ عهداً جديداً من القتال. هيا! والآن سأعاقبك على فعلتك هذه. لن أسامحك أبداً. الحمد لله على سلامتك. قل لي لماذا ساعدتني؟ ما الذي تقوله؟ هذا واجب الصديق تجاه صديقه. الصديق؟ ماذا؟ أخبروني، من أفسد المباراة؟ أنت مطرود يا ياماكو. لقد لمست منافسك وهذا مخالف لقوانين اللعبة. لن أسمح لك بمعاقبة ياماكو أبدا. نعم إنه فابيو. ماذا أصابني؟ أمسك بهذا القط. إن أردتما متابعة النزال فاذهبا إلى الحلبة.